بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. عليك أزكى السلام والنور يا آل العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. ونوح بينادي كل نهار وينصحهم بالاستغفار. وكانوا للصنم ساجدين عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. أو نصرى دينا الصالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. سواع ويعوق أو نصرى دينا الصالحين محولهمش للأصنام غير الضالين. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. سنين بتفوت ونوح راح يبني في سفنته ويدعي للهدى والنور. فضل يدعي فاضي الماء من التنور. سفينة شايلة كل زوجين على عالم جديد رايحين بعلم ودين. وكان المرسى عالجودي ونوح قال للحياة عودي. وآخر كلمة حنقولها قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نوح. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري سلام الله عليك يا نور. عليك أزكى السلام والنور يا آيال العبد الشكور. وسبحان اللي باري الروح سلام الله عليك يا نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا حمي الوطيس وازدادت المعركة بين الحق والباطل. وبدأ نوح في مواجهة هؤلاء الذين يرفضون الحق وأهله، ولكن الله ناصره لأنه من أولي العزم من الرسل.
عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب. نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا. ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون؟ هو بالفعل رجل مجنون، ترك دين الآباء. أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إليه. لن تعود يا صلب، لا تنصحي من أغلق الله قلبها. لن أعود، بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو. لن يحدث هذا أبداً، وإن غداً لناظره قريب. المشكلة الكبرى هي أن أعداءنا يملكون القوة والسلطان. أرى أن مهدي وشائك سيكون لهما دور كبير في هذه الأزمة. كيف؟ لديهم من الخبرات الكثير الذي يقدمونه. وهل سيتركهم الأشرار يفعلون ذلك؟ بالطبع لا. لماذا؟ مهدي وشائك يتعرضان لضغوط من قبل السراجي والسامق. هذا ما كنت أخشاه. ماذا لو ضغطوا علينا أكثر؟ سيدبر الله الأمر، فتوكل على الحي الذي لا يموت. يوحى، أنت أقرب إنسانة لابنتي هوزاء. نعم يا مولاي، حق ما تقول. هل في قلب هوزاء حب لأحد يا يوحى؟ مولاي، القلوب غيب. فماذا لو تقدم أمير للزواج بها؟ هل ستوافق؟ لا أعرف يا مولاي. إذن قولي لها أن أباك يريدك. سمعا وطاعة يا مولاي. مولاتي، مولاي السراجي يريدك. ماذا يريد أبي يا يوحى؟ مولاتي، سأصارحك. أفصحي، ما الأمر؟ تقدم أمير للزواج بك. لقد فاتحني أبي في هذا الأمر من قبل. أتعرفين من هذا الأمير؟ لا أعرف، ولكن هذا ما قاله مولاي. حسناً، إني ذاهبة إليه. الأمير السامق يريدك للزواج يا هوزاء. لن أتزوج هذا السامق يا أبي، لن أتزوجه. وما هو السبب؟ إني أكرهه. ولكنه أمير ذو مال وجاه وسلطان. ونحن لسنا بحاجة للمال أو السلطان. وماذا تريدين إذن؟ يا والدي، هل أنت من تجبر ابنتك على الزواج برجل لا تريده؟ لا، لست أنا، ولكن... أبي، قلت لك لا أريده، لا أريده. إذن فمن تريدين؟ أريدك ألا تفاتحني في هذا الأمر. نعم، ولكن أعلمك أنك لن تتزوجي إلا أمير. يا قطار، لماذا لا تشاركنا الحرب على نوح؟ لقد قلت إني رجل عجوز، فكيف أحارب إذن؟ لابد أن نقف جميعا ضد هذا الرجل. قف كما شئت يا عسير، أما أنا ف...
فسأكتفي بالمشاهدة. لابد أن نتكاتف جميعا يا قطار. إني لا أقوى على الحرب يا عسير. سنقوم بعمل سيذكره التاريخ يا قطار. إني لا أثق فيما تقول. ماذا تقول؟ هل نحن على الباطل؟ هل تريد مني شيئا يا ولدي؟ لا يا قطار. ربما أموت قبل أن تحرق المدينة. لا تموت قبل هذا اليوم، فإنه يوم النهاية. لا أملك روحي، فربما فاضت الآن. بل ستعيش، ستعيش لترى ما سنفعله. أعتذر لك يا شائك على سوء ظني فيك. لك العذر يا مهدي، ولكن خوفي أن يخطف الأطفال غيري جعلني أقوم بهذه المهمة. أنت إنسان نبيل. إن الحرب قد اشتعلت يا مهدي على نبي الله نوح. السراجي يريد مني أن أتعاون معهم لحرق كل أخشاب المدينة. وماذا أنت فاعل؟ ليس لدينا أي حل غير الخروج من القرية والبحث عن الأخشاب في مكان آخر. وأين سنجد أخشابا؟ أعرف أكثر من مكان به أشجار يا طاغورة. هل سنسافر لكي نأتي بالأخشاب؟ نعم، لابد أن نسافر لمكان آخر. وهل عرضت هذا على مهدي وشائك؟ لقد فعلت. أشعر بقلق كبير. خلال ساعات سيقومون بحرق كل أخشاب المدينة. أخشى على هوزاء، إنها هناك في القصر. لا تقلق، سيخرجون من القرية ليلة الحريق ويتركوها للفقراء. سأكون بين نارين، نار حرق المدينة ونار فراق هوزاء. مهدي، ربما نخطفها منهم. نخطفها؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ دع عنك هذه الأمور، دع لي هذا الأمر. دعني أحمل عنك هذا. لا عليك. ماذا لو أتم الله نعمته علينا ببناء السفينة؟ سيحدث إن شاء الله. وماذا لو أقلعت السفينة من هذه القرية؟ كلنا يحلم بهذا اليوم، فصبر جميل. يا لك من أميرة، لا ينقصك سوى قصر كهذا. ويا له من قصر يحتاج إلى ملكة مثلي أيها الأمير. إذن أخبريني، ماذا لديك من خطط للقضاء على نوح؟ كل ما أستطيع فعله سأفعله من أجل القضاء عليه. عظيم، عظيم، هذا عظيم. أريد أن أتخلص منه. سنتخلص منه للأبد أيها الأمير. لابد أن نحافظ على ملكنا وعلى دين الآباء. فكر في مصالحنا. ماذا تقصدين يا قاصرة؟ مولاي، هل لك أن تتزوج من قاصرة الجميلة؟ ليس لدي أي مانع إذا كنت سببا في القضاء على نوح. الأمر يسير يا مولاي، فانتظر.
لا أطيق الانتظار، لا أطيق. أريد الخلاص من نوح وسفينته. ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله.